السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا بكم مرة تانية مع الوحدة الرابعة من منهجنا Connect 4 واللي عنوانها Where do you live؟ Where do you live يعني أين تعيش؟ تاني Where يعني أين؟ Do you live يعني أين تعيش؟ طبعا في الوحدة دي حبايبي هلاقيه مديني بعض نماذج المنازل إن أنا بقدر أعيش فيها، وكمان أنواع الغرف اللي موجودة في المنزل، وكمان بنعمل في كل غرفة إيه. يلا نبدأ درسنا، بس قبل ما نبدأ لو ما كنتش مشترك في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية إن شاء الله. وشكل ما بنقول حبايبي إن إحنا موقفين تفعيل الإعلانات على القناة، فاللي حابب يدعم القناة ممكن يعمل انتساب للقناة دي عشان نقدر نواصل دروسنا بالشكل المطلوب. تعالى حبايبي يلا نبتدي بكلمات الدرس الأول واللي عنوانه at home. at home حبايبي يعني في البيت أو في المنزل. طبعا مديني أول كلمة كلمة balcony. balcony balcony يعني شرفة أو بلكونة. bathroom 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 حبايبي بمعنى دورة مياه. kitchen 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 حبايبي بمعنى مطبخ. living room living room living room حبايبي بمعنى حجرة المعيشة. bedroom 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 حبايبي يعني حجرة النوم. at home at home at home حبايبي بمعنى في المنزل أو في البيت. dining room dining room dining room يعني حجرة الطعام. طبعا تحت حبايبي في نفس الصفحة صفحة 190 هلاقيه مديني types of houses. types of houses يعني أنواع المنازل. طبعا مديني كلمة apartment 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 يعني شقة سكنية. tent tent يعني خيمة. cave cave ودي معناها كهف. houseboat 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 حبايبي بمعنى منزل عائم. وعندنا كلمة house 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 حبايبي بمعنى منزل. يبقى إذن أنا عرفت أنواع الغرف اللي موجودة في البيت، وكمان عرفت أنواع المنازل نفسها. تعالوا نشوف حبايبي يلا في صفحة 191 الإكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة fantastic يعني رائع. fantastic fantastic رائع. lovely lovely يعني جميل. street street يعني شارع. unusual unusual يعني غير عادي. rock 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 بمعنى صخرة. outside 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 بمعنى بالخارج. cloth cloth يعني قماش. quietly 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 يعني بهدوء. hole 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 يعني كل. favorite 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 وfavorite حبايبي بمعنى مفضل. تعالوا نشوف حبايبي يلا تصرفات الافعال اللي هو مدهالي. كلمة relax relax يعني يسترخي. الماضي بتاعها relaxed relaxed relaxed. طبعا قلنا اي فعل بينتهي بالسه ساوند يبقى الاي دي بعده هتنطق ت. relaxed. organize organize organized organized يعني ينظم. produce produce يعني ينتج، والماضي بتاعها produced produced. sit sit يعني يجلس. sat sat. do do والماضي بتاعها did did. تعالوا نشوف حبايبي يلا اهم الاكسبريشنز والpreposition's اللي هو مدهالي. see the whole street see the whole street يعني يرى الشارع باكمله. that sounds good that sounds good يعني هذا يبدو جيدا. it's never too hot or too cold it's never too hot or too cold يعني الجو ليس شديد الحرارة او شديد البرودة. be made of cloth be made of cloth. take a shower take a shower. let's do it let's do it let's do it. طبعا في نهاية الدرس الاول المفروض ان انا اكون عرفت ازاي اجاوب على اربع اسئلة. السؤال الاولاني هو where do you live اين تعيش. اما السؤال الثاني فهو سؤال عن الغرفة المفضلة عندك في البيت، والسؤال ده بيكون what or which is your favorite room what or which is your favorite room. اما السؤال الثالث فهو السؤال عن الاشياء اللي بتعملها في كل غرفة من غرف البيت، والسؤال ده بيكون what do you do in، ويديني اسم الغرفة سواء كانت living room or bedroom or dining room etc. اما السؤال الرابع فهيكون اين تؤدي بعض الافعال المعينة، والافعال دي اللي هتكون مرتبطة بالغرف اللي موجودة في البيت. تعالوا يلا بسرعة كده نشوف السؤال الاول، والسؤال ده بيقول where do you live where do you live يعني أين تعيش.
وهنا بتختلف الإجابة على حسب مقصد الشخص اللي بيسألني السؤال. يعني ممكن الشخص اللي بيسألني السؤال بيكون عايز يعرف أنا عايش في أي بلد، وهنا شكل ما قلنا إن أنا لما أجي أجاوب يبقى أحولها في الإجابة لآي، وبعد كده بجيب كلمة live فتبقى I live، وأبدأ أجيب إن والبلد اللي أنا عايش فيها. يعني مثلا لو أنا عايش في مصر هقول I live in Egypt، أما لو أنا عايش في باريس هقول I live in Paris، لو أنا عايش في لندن هقول I live in London، لو أنا عايش في أمريكا هقول I live in America، أو إنه يكون قاصد نوع السكن اللي أنت عايش فيه. وهنا الإجابات هتختلف كالتالي، أنا ممكن مثلا أكون عايش في شقة صغيرة فبالتالي هقول I live in a flat، طب لو أنا عايش في شقة كبيرة هقول I live in an apartment، طب لو أنا عايش في كهف هقول I live in a cave، أما لو أنا عايش في بيت عائم فهقول I live in a houseboat، I live in a houseboat. طب ويا ترى بقى هل كل الإجابات بتبدأ بـ I live؟ قال لي لا طبعا، أنا هنا ممكن أسأل عن أين يعيش شخص معين، سواء الشخص ده كان مفرد مذكر أو الشخص ده مفرد مؤنث، وهنا هتختلف الإجابة. يعني لو أنا بسأل بقول أين يعيش هيبقى السؤال كالتالي: Where does he live؟ Where does he live؟ Where does he live يعني أين يعيش أو أين هو يعيش، وبالتالي الفعل المساعد عندي ما بقاش do لا بقى does، لأن مع he وشي وit دايما بجيب الفعل في اس، فبالتالي قلت Where does he live؟ وهنا برضو الإجابة هتختلف، لأني لما أجي أبدأ الإجابة هبدأ بهي، وطبعا does بتحول الفعل تخليه في اس، فبالتالي هقول he lives he lives، وأبدأ أجيب المكان اللي بيعيش فيه شكل ما قلنا سواء كان بلد أو نوع سكن. فأنا ممكن أقول he lives in Egypt، he lives in London، he lives in a flat، he lives in an apartment، على حسب اللي موجود عندي. برضو لو أنا قلت where does she live، where does she live يعني أين هي تعيش أو أين تعيش، برضو لما أجي أجاوب هبدأ الإجابة بتاعتي بشي، وهنا live هتبقى lives لأن كان في does، فأقول she lives in يعني هي تعيش فيه، وأبدأ برضو أجيب she lives in America يعني هي بتعيش في أمريكا، she lives in a cave هي عايشة في كهف، she lives in a houseboat يعني هي عايشة في بيت عائم. ده بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني فهو السؤال عن الغرفة المفضلة عندك، وهنا السؤال بيكون what or which is your favorite room يعني ما هي غرفتك المفضلة. وهنا أنا ممكن أجاوب بطريقة من التلاتة. أول طريقة خالص إن أنا أحول your لmy فتبقى my favorite room is وأجيب اسم الغرفة بتاعتي. يعني ممكن أقول my favorite room is the bedroom or my favorite room is the living room or my favorite room is the dining room على حسب الغرفة المفضلة عندي. تاني إجابة إن أنا ببدأ بكلمة I like، و I like هنا معناها أنا بحب، فحقول I like the living room، I love the bedroom، I love the dining room، or I love the kitchen. أو إن أنا أبدأ الإجابة بتاعتي ب it's or it is، وهنا هتبقى الإجابة it's the living room or it's the bedroom etc. يبقى إذا لما حد يسألني يقول لي what or which is your favorite room، أنا ممكن أجاوب بطريقة من التلاتة، يا إما أقول my favorite room is، يا إما I like، يا إما it is. أما السؤال الثالث فهو بيكلمني عن ماذا تفعل في الغرف اللي موجودة في البيت، وهنا بيربط لي certain verbs يعني أفعال معينة بكل غرفة من الغرف اللي موجودة في البيت. فيجي مثلا على سبيل المثال يقول لي what do you do يعني ماذا تفعل in the living room، what do you do in the living room، what do you do in the living room معناها ماذا تفعل في غرفة المعيشة. طبعا كلنا عارفين ان انا في غرفة المعيشة بتفرج على التلفزيون، بتكلم مع الاسرة، يبقى اذا هجيب فعل من دول. فاذا هقول مثلا I watch TV، I watch TV يعني انا بشاهد التلفزيون. هنا انا احتجت بس من السؤال يو حولتها لاي وجبت الفعل اللي انا بعمله في غرفة المعيشة هو watch TV، فقلت I watch TV، I watch TV. مثال تاني يقولي what do you do in the bedroom يعني ماذا تفعل في غرفة النوم. طبعا كلنا عارفين ان في غرفة النوم احنا بننام، فبالتالي هقول I sleep، I sleep، so I sleep in the bedroom، I sleep in the bedroom يعني انا بنام في غرفة النوم. اما السؤال الرابع معانا النهاردة فهو العكس. العكس يعني ايه؟ يعني هو بيسألني اين تتم هذه الافعال، يعني بيجيب لي الفعل ويقول لي الفعل ده بيحصل فين. For example على سبيل المثال لما اقول لي where do you eat، where do you eat، where do you eat يعني انت بتاكل فين. طبعا هنا فعل الاكل مرتبط بغرفة الطعام، فبالتالي هقول I eat in the dining room، I eat in the dining room.
سأل تاني يقول لي where do you cook. where do you cook يعني أين تطبخ. طبعا عارفين أن كلنا بنطبخ في المطبخ، فبالتالي بشيل where وشيل do ويو بحولها ل I وأقول I cook in the kitchen. I cook in the kitchen يعني أنا بطبخ في المطبخ. مثال آخر لما يقول لي where do you have a shower. where do you have a shower يعني أين تأخذ حمام أو أين تأخذ دش. طبعا عارف أن أنا باخد دش في الحمام، فبالتالي برضه هشيل where وشيل do يو بحولها ل I وأقول I have a shower in the bathroom. I have a shower in the bathroom. وبكده في نهاية الدرس ده أكون أنا عرفت الإجابة على الأربع أسئلة دول. السؤال الأول where do you live. السؤال الثاني what or which is your favorite room. السؤال الثالث what do you do in a certain room. where do you do certain actions يعني أنت بتأدي أفعال معينة فين، وهنا بربطها دايما بالغرف اللي موجودة في البيت. تعال حبايبي بقى بعد ما شفنا شرح الدرس نشوف التمرين الأولاني اللي هو مدهولي في صفحة 191. بقول له look and unscramble and write. يلا هنشوف ونرتب. أول كلمة طبعا أكيد دي كلمة bedroom، هكتب bed room. number two طبعا دي صورة ايه، هتقولي kitchen. kitchen بمعنى مطبخ. number three عندنا the cave، وكيف حبايبي بمعنى كهف. cave. تعالوا نشوف حبايبي يلا موضوع listening و reading اللي مدهولي في صفحة 192. طبعا بقول mom is talking، وشكل ما قلنا حبايبي ان is بيجي وراها verb plus ing. mom is talking with Talia about their apartment. بتتكلم مع تاليا عن الشقة بتاعتهم. قلنا apartment دي حبايبي يعني شقة كبيرة، فالمام بتقول لها look at our lovely new apartment. بتقول لها look at يعني انظري الى. our lovely lovely حبيبي بمعنى جميل. new apartment يعني شقتنا الجديدة الجميلة دي. فطبعا تالي قالت لها it's fantastic. it's fantastic حبيبي بمعنى رائعة. فقالت لها which is your favorite room. وشكل ما قلنا في الشرح which is your favorite room او حبيبي what is your favorite room، اي حاجة من الاتنين بتدينا نفس المعنى. وشكل ما قلنا انا بجاوب عليها بثري انسرز يعني تلات اجابات. طبعا هنا تاليا لما ردت عليها قالت لها for me بالنسبة لي يا ماما it's my bedroom. يبقى هنا بدأت الاجابة بإتس. it's my bedroom ده غرفة النوم بتاعتي، وبدأت تدي حبايبي السبب. يعني انا ممكن احط هنا كلمة because حبايبي بمعنى لان. I can relax and do my homework quietly لان بقدر استرخي فيها، وكمان اقدر اعمل الواجب بتاعي بهدوء. فمام بتقول لها my favorite is the living room with the balcony. قالت لها لا انا بالنسبة لي بقى هي حجرة المعيشة بالبلكونة. فبرضو بتديها السبب. يعني حبيبي لو انا ربطت هنا هربط بكلمة because بمعنى لان. I can see the whole street. اقدر اشوف الشارع كله. the whole دي حبيبي معناها كل الشارع. تاليا ولما حطي لها حبيبي بعد تاليا كما يبقى هي منادة، بتقول لها يا تاليا can you help me organize the kitchen يعني ممكن تساعديني في ان انا انظم المطبخ. فطبعا تاليا قالت لها that sounds good. ده شيء جيد يبدو جيد. let's do it. وشكل ما قلنا حبيبي ان كلمة let's لازم الفعل اللي يجي وراها يكون مصدر بدون اي اضافات تاني، فعشان كده قلت لها let's do. ما ينفعش اقول let's doing، ولا ينفع اقول let's did، ولا ينفع اقول let's does. لا لازم let's do. تعال نشوف بقى حبايبي تطبيق على الكلام ان احنا لسه قايلينه. المفروض ان انا بعرف استخدام كل غرفة، فبالتالي بيجيب لي الاستخدام ويقول لي يا ترى الاستخدام ده بيكون في اني غرفة من دول في المنزل. صفحة 193 بقول لي look read and complete. بقول I cook food يعني أنا بطبخ الطعام. in the أكيد بطبخ الطعام فين، هتقولي in the kitchen. kitchen حبايبي بمعنى مطبخ. طب number two بقول I sleep here in the بقول أنا بنام هنا فين، هتقولي in the bedroom. طبعا بننام في غرفة النوم. number three بيقول لي I talk to my family and watch television in the أنا بتكلم مع أسرتي وبشاهد التلفزيون فين، هتقولي in the living room في غرفة المعيشة. in the living room. طب number four بقولي I take a shower in the يا ترى باخد حمام فين، هتقولي in the bathroom طبعا في الحمام. طب تعال نشوف number five بقولي I love to sit. حبايبي I love to sit يعني انا بحب اجلس. in the
I can see the people in the street. أكيد هاود فين هنا؟ هتقول لي دي بلكونة. يبقى إذن حاول in the balcony. في البلكونة. طب تعال number 6. بيقول لي I eat dinner. I eat dinner حبيبي. يعني أنا باكل العشاء بتاعي. With my family. يعني مع أسرتي. In the. هتقول لي in the dining room. The dining room حبيبي يعني في غرفة الطعام. تاني in the dining room يعني في غرفة الطعام. في صفحة 194 حبيبي هنلاقيه مديني بقى باراجراف صغيرة كده عن أنواع المنازل. تعال نشوف number 1. بقولي my grandparents live in a cave. بقولي أجدادي عايشين في كهف. The rooms of their house are in the rock. طالما كهف حبيبي أكيد هيبقى في الصخور. فبقول الغرب بتاعة الكهف ده والبيت ده في الصخور. Inside it's never too hot or too cold. يبقى من المميزات بتاعة الكهف ان جواه ولا هو حر قوي حبيبي ولا هو برد قوي. طب تعال نشوف نمبر 2. بقولي my aunt moved to a new apartment. بقولي ان عمتي انتقلت لي شقة جديدة. With her family. مع أسرتها. They are very happy because they have a big balcony. طبعا هم سعداء جدا عشان عندهم بلكونة كبيرة. تعال نشوف نمبر 3. بقولي my friend and her family live on a houseboat. طبعا عايشين في منزل عائم. المنزل ده بيكون في المية. شكل المركب كده حبيبي. It's a small. بقولي it's a small يعني صغير. But she loves living on water. لكنها بتحب المعيشة على الماء. نراجع تاني ونقول ان love like big around verb plus ing. طب تعال نشوف number 4. بقولي in the desert في الصحراء some people live in a tent. يعني بعض الناس بتعيش في خيمة. This home is made of cloth. بقول البيت ده مصنوع من ايه حبيبي؟ من القماش. يبقى اذا لما اقول لك الخيمة مصنوعة من ايه لازم تقول لي مصنوعة من القماش. تعال نشوف number 5. بقولي I love living in a house because it's big. بقول انا بحب المعيشة في المنزل. ليه؟ قال لي because. يبقى احنا لازم نعرف ان كلمة because يعني لان. ودي حبيبي شكل ما قلنا بيجي وراها السبب. Because it's big يعني السبب في انه بيحب معيشة في المنزل ايه؟ هتقول لي ان المنزل كبير. My grandparents live with us. اجدادي بيعيشوا معانا. I can play outside with my brother and sister. وبقدر العب في الخارج مع اخويا واختي. تعال حبيبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على الدرس ده. اول كلمة حبيبي كلمة street. street حبيبي بمعنى شارع. عندنا eat يعني يأكل. عندنا balcony يعني شرفة او بلكونة. عندنا outside يعني خارج. بقول I love my house it's big. My grandparents live with us يعني اجدادي عايشين معانا. I can play with my brother and sister in our garden. طبعا طالما هنلعب في الجاردن يبقى ده بره في الخارج فلازم اقول play outside. outside يعني في الخارج. My favorite room is the living room يعني غرفته المفضلة هي غرفة المعيشة. With the اللي فيها ايه هتقول له with the balcony اكيد اللي فيها بلكونة. I can see the whole بشوف كل الايه هتقول street يعني حبايبي كل الشارع. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني وسؤال الترتيب. بقول is what favorite your room. خلاص بقى انا حفظت السؤال من خلال الشرح. المفروض اقول what اداة الاستفهام. فعل مساعد بتاع is والفعل بتاع your favorite. طبعا الصفة حبايبي لازم تيجي قبل الاسم room. يبقى what's your favorite room ما هي غرفتك المفضلة. number 2 بقول dinner my family eat I with. طب انا عايز اقول انا باكل العشاء مع اسرتي. يبقى I eat dinner with my family يعني انا باكل العشاء مع اسرتي. تعال نشوف نمبر 3 يلا ده سؤال الاختياري. نمبر 1 بقول my friend loves to live on water. صديقي بيحب يعيش على المية. يبقى he lives on ايه هتقول له مستر يبقى house boat يعني منزل عائم. number 2 بقول I live in a the rooms of my house are in the rock. بقول الغرف فين في الصخور. يبقى اكيد I live in a برافو عليكم I live in a cave في كهف. number 3 بقول I watch television in the
with my family، يعني انا بشاهد التلفزيون في ايه؟ مع اسرتي. اكيد بنشاهد التلفزيون في غرفة المعيشة، the living room. طب تعال نشوف number 4، بيقولوا ايه؟ shower in the bathroom. طبعا الفعل اللي بيجي مع shower حبايبي هو take، يبقى I take a shower يعني انا باخد دش او باخد حمام. Number 5 بقول I eat dinner in the، اكيد بناكل فين؟ هتقول in the dining room، في غرفة الطعام. تعالوا نشوف حبايبي يلا صفحة 197، بقول لي hello my name is حمزة، انا اسمي حمزة. I want to tell you about myself، وعايز اكلمكم عن نفسي. I live in an apartment، انا عايش في شقة كبيرة. My favorite room is the living room with the balcony، يعني الغرفة المفضلة عندي هي غرفة المعيشة بالبلكونة بتاعتها. I can see the whole street، بقدر اشوف الشارع كله. I play games with my brother in the living room، يعني بلعب العاب مع اخويا في غرفة المعيشة. I help my mother in the kitchen، انا بساعد ماما في المطبخ. I play football on Friday with my neighbor، يعني انا بلعب كرة القدم يوم الجمعة مع جاري. طب تعال نشوف نمبر 1، بقول لي حمزة lives in a house، عايش في منزل. هتقول لي false، لا يا مستر، ما هو قال لي live in apartment، في شقة. نمبر 2 بقول لي he helps his mother in the kitchen، هتقول لي oh true. نمبر 3 بقول لي he plays games with his neighbor، يعني هو بيلعب ألعاب مع جيرانه. هتقول لي لا، هو قال لي فون، هو بيلعب ألعاب مع مين حبايبي؟ مع أخوه في غرفة المعيشة، يبقى أكيد هقول false. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الاول، بيقول لي واتس حمزه's favorite room، ما هي غرفه حمزه المفضله؟ طبعا وقال غرفته المفضله هي living room، يبقى هقول the living room. تعالوا نشوف نمبر 5، بيقول لي هو داز حمزه، قلنا هو حبايبي معناها من، هو داز حمزه play football with، بيلعب كوره مع مين؟ برافو عليكم، هقول his neighbor، يعني مع جاره تاني، his neighbor يعني جاره. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال نمبر 5، وده سؤال التوصيل، بيقول people in the desert، الناس اللي في الصحراء، قلنا بيعيشوا فين حبايبي؟ بيعيشوا في خيمة، يبقى إذا هقول living at tent، يعني عايشين في خيمة. نمبر 2 بيقول I love living in an، قلت لكم حبايبي طالما في an يبقى أكيد الكلمة اللي جاية بتبدأ ب vowel sound، يعني بصوت متحرك. فطالما قال لي I love living in an، حقوله in an apartment، يعني في شقة. طب تعال نشوف نمبر 3، بقول my favorite room، يعني غرفتي المفضلة، أكيد لازم أجيب غرفة، خلي بالك room مفرد، فحقول is the living room، هي غرفة المعيشة. طب نمبر 4، بقول I eat dinner، يا ترى أنا باكل فين؟ هتقول لي in the dining room، يعني في غرفة الطعام. طيب تعال نشوف نمبر 5، بقول the rooms of the cave، الغرف اللي موجودة في الكهف مالها حبايبي؟ هتقول لي are in the rock، يعني مالها؟ يعني موجودة في الصخور. تاني the rooms of the cave are in the rock، يعني موجودة في الصخور. تعال نشوف حبايبي يلا آخر سؤال معانا في الدرس بتاعنا، وهو البنكتويشن، بقول what's your favorite room؟ طبعا أكيد what's هتبقى W capital لأنها في أول الكلام. طيب is اكيد ناقص الابوستروفي، your هتقول لي لا مثلا ما فيهاش حاجه، طب favorite ولا فيها اي حاجه، room برضو ما فيش، في الاخر هتقول لي question mark مثلا عشان ده سؤال. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وشكل ما قلنا لو حابب تدعم القناة، احنا موقفين خاصية الاعلانات، فممكن تدعمها من خلال الانتساب للقناة. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.